السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من عضو لجنة التربية النيابية صفاء الغانم. أعضاء اللجنة يستعدون لعقد اجتماع مع وزارة التربية الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح إنهاء العام الدراسي الحالي. اللجنة تسعى لإنهاء العام الدراسي والاعتماد على درجات نصف السنة للمساهمة في إيقاف انتشار الجائحة بين الطلبة. الاجتماع سيكون فاصلاً لحسم الشائعات المتداولة، إذ لا يوجد أي إجراء تم اتخاذه لغاية الآن. إيقاف الدوام الحضوري وتحويله إلى إلكتروني له أثر إيجابي مباشر في خفض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالمدارس. اللجنة رصدت أعداداً من الإصابات بين الطلبة والهيئات التدريسية، لذا تم تقديم مقترح إنهاء العام الدراسي. توضيح لهذا الخبر، هذا الخبر من عضو لجنة التربية النيابية، يقول أعضاء اللجنة يستعدون خاطر يعقدون اجتماع ويا وزارة التربية الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح إنهاء العام الدراسي الحالي والاعتماد على درجات نصف السنة، مثل ما ذكرنا فيديوهات سابقة للمراحل الغير المنتهية. والاجتماع راح يكون فاصل لحسم الشائعات، ويكون إيقاف الدوام الحضوري وتحويله إلى إلكتروني في الفترات السابقة. هذا خفض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالمدارس. إن شاء الله ننتظر الاجتماع الأسبوع المقبل، يعني مو هذا الأسبوع، الأسبوع المقبل، وإن شاء الله خير.